تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس مجمع اللغة العربية في الشارقة، افتتح الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام للمجمع قاعة الشارقة لتعليم اللغة العربية في جامعة الفارابي بمدينة الماتي الكازخية. مراسلتنا ثريا الفرا والتفاصيل. لطالما تؤكد إمارة الشارقة حضورها الثقافي في العديد من دول العالم، فهنا في كازاخستان افتتح الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة قاعة الشارقة لتعليم العربية في جامعة الفارابي بمدينة ألماطي، التي تعد ثمرة تعاون بين الجانبين، وحظيت بمباركة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتأتي تلك الجهود في إطار دعم اللغة العربية في الجامعات والمراكز اللغوية في كازاخستان. حفل الافتتاح حضره رئيس الجامعة وعدد من العلماء والمستشرقين العاملين في رحاب لغة الضاد. اليوم في هذه المدينة، مدينة ألماتي من جمهورية كازاخستان، إلى افتتاح قاعة اللغة العربية. هذه القاعة التي أتت تلبية للاتفاقية التعاون بين مجمع اللغة العربية وبين جامعة الفارابي، ممثلة في قسم الدراسات الشرقية. طبعا اليوم زودناهم بجميع كتب صاحب السمو، حوالي أكثر من 50 كتابا. نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولمجمع اللغة العربية وليمينها العام. ومن هذه الجامعة تخرج العديد من السفراء والعمداء. لقد جهزت هذه القاعة بكافة التقنيات العلمية المعاصرة والمتعلقة بنظام التعليم الحديث. إن اللغة العربية والثقافة أصبحت تأخذ شكلا ظاهرا في العالم بأكمله. فخر لنا اليوم ما شهدناه من جانب إمارة الشارقة، افتتاح هذه القاعة في جامعتنا العريقة، وسنعمل على تطوير العلاقات أكثر بيننا في مجالات التدريس والبحوث والترجمة، سيما في ظل ما تلقيناه من العدد الكبير من الكتب الهامة. الشراكة بين مجمع اللغة العربية في الشارقة وجامعة الفارابي تؤسس للتعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي في مجال البحوث والترجمة والمخطوطات وسبل تطوير أساليب تعليم لغة الضاد. اليوم خلال اللقاء عند افتتاح قاعة اللغة والثقافة العربية، نحن توصلنا على اتفاقات مع مجمع اللغة العربية بالشارقة. نحن نرسل المعلمين والمدرسين إلى المجمع بالشارقة حتى يتأهلوا حتى يتبادلوا بالتجارب مع المتخصصين والعلماء في المجمع. طبعا نحن سعداء جدا بوجودنا اليوم في جامعة الفارابي وافتتاح فعالية افتتاح هذه القاعة اللي تم بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وبجهود حثيثة من مجمع اللغة العربية. أنا أعتقد دائما الشارقة السباق في عملية مد الجسور ودعم اللغة العربية في كل مكان في العالم. وامتنان منهم وعرفانا بالجميل، قدم طلبة الدراسات الشرقية مشاركات تحدثوا فيها عن الدور الرائد لدولة الإمارات وجهودها الحثيثة في دعم ونشر اللغة العربية التي اختارها المولى لكتابه العزيز. ثريا الفرا لأخبار الدار من أمام جامعة الفارابي ألماتي كازاخستان.